أخ لنا يسأل ويقول: إذا سافرت مسافة أكثر من 300 كيلو، فكم يجوز لي أن أقصر الصلاة، علما بأني لم أحدد مدة الإقامة؟ إذا سافرت مسافة تزيد على 80 كيلو فإنه يستحب لك قصر الصلاة ما دمت في الطريق إلى جد بك السير، وكذلك إذا نزلت في بلد أو في بر نزلت مدة لا تدري عن تحديدها، إنما نزلت من أجل حاجة وإذا انقضت ترتحل، فإنك أيضا تقصر الصلاة ولو طالت. أما إذا نويت إقامة تزيد على 4 أيام فإنك تتم الصلاة. الحاصل أن المسافر إذا أقام فله 3 حالات: الحالة الأولى أن ينوي إقامة 4 أيام فأقل، فهذا له قصر الصلاة. الحالة الثانية أن ينوي إقامة تزيد على 4 أيام، فهذا ليس له قصر الصلاة، إنما يجب عليه الإتمام، لأنه أصبح مقيما وانقطعت في حقه أحكام السفر. الحالة الثالثة أن يقيم إقامة غير محددة، لا يدري متى تنتهي، فهذا أيضا له قصر الصلاة كالحالة الأولى. نعم.